النهارده كان في زياره مهمه جدا لمستر كولر والجهاز المعاون ليه لفرع النادي الاهلي في التجمع الخامس، هتكون معانا الصور دلوقتي. كانت زياره مهمه طبعا، كان في اجتماع مع الكابتن زي ما احنا شايفين دلوقتي قدام حضراتكم، كل الجهاز المعاون وايضا المترجم الدكتور خالد والاستاذ احمد النحاس مدير الفرع. مستر كولر كان حريص النهارده انه يتفقد، وطبعا في وجود الكابتن محمود الخطيب، وكان في اجتماع يعني مهم النهارده مع كابتن محمود الخطيب ومستر كولر، والتحضير دايما مستمر للموسم الجديد. لكن كان مستر كولر وجهازه المعاون كانوا حريصين النهارده يتفقدوا فرع التجمع الخامس. احمد النحاس ما شاء الله ما شاء الله، حاجه يعني عظيمه جدا فرع التجمع الخامس. وشفنا الافتتاح الكبير اللي عمله كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، وكان افتتاح يعني يليق بالنادي الاهلي. فرع التجمع الخامس يعني من هنا بقول وبناشد كل عائلة النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي، أي حد حابب ينضم لعائلة النادي الأهلي سريعا بسرعة، عشان عضوية النادي الأهلي من أول سبتمبر القادم هتزيد وهتغلى عضوية النادي الأهلي، فبادر بسرعة. ما شاء الله منشأة كبيرة جدا عظيمة، يعني حوالي 95% من المرحلة الأولى تم الانتهاء منها وإنجازها في فرع التجمع الخامس. فالنهاردة مستر كولر كمان يعني أبدأ إعجابه الشديد بالنادي الاهلي، هو كان زار مدينه نصر عشان يتابع مباريات الناشئين من قبل، طبعا موجود في الجزيره في تدريبات النادي الاهلي، النهارده موجود في التجمع، قريبا يروح فرع الشيخ زايد، وهو كمان يعني منبهر جدا بالبنيه التحتيه ومنشات النادي الاهلي.